أحسن الله إليكم. يقول: ما موقفنا تجاه الكفار وتجاه أهل البدع والزيغ وكذا أهل الكبائر؟ أما موقفنا من أهل الكفر من مشركين وكفرة وملحدين، موقفنا منهم دعوتهم إلى الله وتبليغهم الدعوة إبراء للذمة، فإذا لم يقبلوا وجب أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم، أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم، لأنهم أعداء لله ولرسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا لم يقبلوا الدعوة فالواجب البراءة منهم وعدم محبتهم والمصارحة بشركهم ومعاداتهم في الله حتى يرجعوا إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما موقفنا من أصحاب الكبائر من المسلمين، فموقفنا النصيحة لهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، ولكن لا نتبرأ منهم لأنهم مسلمون، مسلمون فهم إخواننا، ولا نتبرأ منهم ولكن نناصحهم وندعوهم إلى التوبة لعل الله أن يتوب عليهم. وإذا كان في هجرهم مصلحة راجحة لأن يتركوا حتى يتوبوا جاز الهجر لأجل المصلحة الراجحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم. أما إذا كان الهجر معهم لا يجدي شيئا بل قد يزيدهم شرا فإنهم لا يهجرون، ولكن مع استمرار المناصحة. نعم.